كمل في السوشيال ميديا ومجموعة مغتربين في إيطاليا عاملين فيديو كده وصفحة وتفاعل مع مشجعي النادي الأهلي في إيطاليا أو رابطة. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. أصله كيان ليه جمهور بالملايين والحكاية مكملة. يعني مجموعة من المصريين المقيمين في إيطاليا، محمد عباس بيكون رابطة صغيرة بيتمنى أن هي يكون لها تأثير أو أي مساعدة تقدم للنادي الأهلي.